كان فوز مريم فخر الدين بجائزة أجمل وجه عن طريق مجلة إيماج الفرنسية جواز عبور لها إلى عالم السينما. اليوم تغادر حسناء الشاشة العالم تاركة بصمة في الزمن المصري الجميل. شايفة اليمامتين دول؟ هوقعهم لك بطلقة واحدة. حرم عليك تموتهم. لعبت فخر الدين أدوار البطولة في فترة الخمسينات والستينات، واشتهرت في أدوار الفتاة الرقيقة الجميلة العاطفية المغلوبة على أمرها، ولكنها نجحت من حين لآخر في أن تخرج من هذه الشخصية النمطية. قامت خلال رحلتها الفنية بإنتاج وبطولة 3 أفلام هي رنة خلخال ورحلة غرامية وأنا وقلبي، إلى جانب أشهر أفلامها الأرض الطيبة ورد قلبي وحكاية حب والقصر الملعون. ومع مطلع السبعينات اختلفت بحكم السن أدوار مريم فخر الدين لتقوم بدور الأم في فيلم بئر الحرمان والأضواء عام 1972. دخل حياة فخر الدين أكثر من زوج كالمخرج محمود ذو الفقار ومحمد الطويل، وفي عام 1968 أتت إلى لبنان وتزوجت المطرب السوري فهد بلان، إلا أن زواجهما لم يدم طويلا لتتزوج لاحقا من شريف الفضالي. مريم التي ولدت من أب مصري وأم مجرية خضعت منذ أسابيع عدة لعملية جراحية في المخ دخلت جراءها في غيبوبة قبل أن ترحل عن عمر يناهز 81 عاما.